بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، اليوم محاضرتنا كتكملة للمحاضرات اللي أخذناها سابقا واللي تتعلق بموضوع الأنتيبيوتيك. أكو مصطلح أو مصطلحات تقع ضمن الأنتيميكروبيال إيجنت. في البداية أحب أن أعرف لكم الأنتيميكروبيال إيجنت. It is any chemical substance inhibited the growth or causing the death of microorganism. كل مواد كيميائية ممكن أن تثبط النمو أو تسبب موت للميكروأورغانيزم تعرف بالأنتيميكروبيال إيجنت. This chemical أو هذه المادة الكيميائية ممكن أن تكون chemical أو تكون من ضمن المواد التي تفرز من قبل الميكروأورغانيزم الأخرى. هناك مصطلحين، إما أن نقول bacteriostatic أو نقول bacterial cell. bacterial static هو الagent that caused inhibited of growth of microorganism. But bacterial cell it is agent that cause of cell of bacteria. وأني شرحتها بالمحاضرات السابقة، قلت إنه البكتيريا ستاتيك العفو هي المواد اللي توقف نمو البكتيريا، أما البكتيريا صدل فهي المواد أو الإيجنت التي تسبب قتل البكتيريا. عندنا مصطلح مهم اللي هو disinfectant. Disinfectant, this is a term applied to chemical used to kill potentially infectious organisms. They are used in the treatment of inanimate object, surface, water, etc. Their potential toxicity to a human may be important. It is have acidic action. Disinfection, مثل ما مكتوب بالمحاضرة، هو term يعني مصطلح يطبق على المواد الكيميائية التي تسبب أو التي تمتلك قدرة كامنة على قتل المسببات المعدية أو الجراثيم، ونقصد بها المعقمات يعني اللي نستخدمها في تعقيم الأسطح والأشياء والماء إلى آخره من المواد التي ممكن أن تتعقم. المصطلح الآخر هو الأنتيسبيتكس. الأنتيسبيتكس the term referred to relatively non-toxic and non-irritant antimicrobial agent that may apply topically to the body surface either to kill or inhibit the growth of pathogenic microorganism. يعني أعتقد الاختلاف واضح بين المصطلحين. ليش للتعقيم؟ هذه هنا نستخدمها لقتل الأحياء المجهرية المرضية. عندنا مصطلح الاسبتكس. مصطلح الاسبتكس هو characterized by the presence of pathogenic microbial in living tissue. بالمقابل أكو مصطلح نسميه sterile اللي هو free of life of every kind. Sterilization may be accomplished by or this including filtration in the case of liquid. Filtration هاي نستخدمها بحالات الليكويد يعني تعقيم السوائل، الهيت الحرارة، radiation التشعيع، والتريتمنت with antimicrobial أو anti أو microbial cell agent يعني المواد اللي نستخدمها في قتل الميكرو أورغانيزم. الكيميكال ايجنت ار يوزد اولسو از انتي بكتيريال ايجنت وذ سيلكتيف توكسيسيتي. يعني الكيميكال ايجنت العوامل الكيميائيه ممكن ان نستخدمها كانتي بكتيريال كعوامل مضاده للبكتيريا، لكن هنا اكو سيلكتيف بالتوكسيسيتي يعني اكو اختياريه او سبيسيفيتي بالتوكسيسيتي. الكيميكال ايجنت انكلودينج الكحول
are toxic to cell in high concentration اللي هو الإيثيل and الإيزوبروبالثاليك. والتركيز المستخدم في الكحول لأغراض التعقيم هو 70%. The denaturation of protein. النوع الآخر من الكيميكال ايجنت هو الفينول، أيضا راح يسبب لي الفينول denaturation of protein. وكذلك الهيفي ميتال ايون مثل ميركوري كوبر سيلفر سيلت they also denaturation أو denaturated protein. النوع الآخر من الكيميكال ايجنت هو الأوكسيدزينج ايجنت اللي هو الأوزون اليود الكلوراين، وعندنا الألكالايد ايجنت اللي هو الفورمالدهايد والأثيلين، وعندنا دي ديتريشن اند سيرفيس اكتيف دي جي اللي هي المعقمات اللي نستخدمها في تعقيم الأسطح. عندنا مصطلح ممكن أن يمر عليكم طلاب هو الكيموثرابيت كيو ايجنت. This term refers to the chemicals that are used to kill or inhibit the growth of microorganisms already established in the tissue of the body. They may be termed also antimicrobial drugs. يعني الكيموثرابيتيك ايجنت هي العوامل او هذا المصطلح يستخدم على الكيماويات او المركبات الكيماوية اللي تسبب لي قتل او تثبيط للنمو للميكرو اورجانيزم اللي هو دائما مستقرها بانسجة الجسم، وهذا ممكن ان يضمني الانتي ميكروبيال دراج او الانتي بايوتيك. الكيموثرابيتيك ايجنت need to act the concept and act and concentration يعني هنا عملها يرتبط بفعاليتها والتركيز الذي يستخدم بالمعالجة. That can be tolerated by the tissue of the host and therefore they must have a selective toxicity for the microorganism combined with the host. يعني هنا لازم نستخدمها بالفعالية والتركيز اللي بحيث انه تتحملها انسجة العائل او انسجة الجسم، وتكون هنا اكو تخصص بسميت هذه المادة يعني تكون سامة للميكرو اورجانيزم وغير سامة للتشو اوف هوست. طبعا the selective toxicity expressed a term of chemotherapeutic index. الكيموثرابيتيك اندكس يعني هنا أنا اكو اندكس بالكيموثرابيك ايجنت بحيث يعني تنطيني سمية لكل مادة داخلة ضمن الكيموثرابيك ايجنت. Also الكيموثرابيك ايجنت most widely used are the antibiotic which are defined as a naturally carrying antimicrobial agent produced by microorganism. Most antibiotics are produced by actinomycetes and fungi. Several antibiotics are being synthesized chemically. هنا مصطلح الكيموثرابيتيك ايجنت ممكن ان يضم لي الانتيبايوتيك اللي سابقا عرفناها انه هي مواد طبيعيه تنتج من قبل مايكرو اورجانيزم وتستخدم ضد مايكرو اورجانيزم اخرى، ودائما انتاج هذه المواد اللي هي الانتيبايوتيك يكون من قبل ضمن البكتيريا الخيطيه الاكتينوميسيتات والفطريات، وبعضها يكون يعني مصنع ممكن أن يصنع كيميائيا، والبعض الآخر يكون سيمي سينثيسيس اللي هو يكون جزء طبيعي وجزء مصنع. بهذا راح ننهي هاي المحاضرة بالتعرف على أو تكملة لموضوع الأنتيبايوتيك، وتعرفنا على مصطلحات اللي هي الأنتي إنفكتيد والستيرويد والكيموثرابيك إيجنت.